التطور التقني المتزايد والتكتيكات الحديثة للجيش الصيني أصبح مصدر قلق كبير لمخططي الحرب الأمريكيين بحسب تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. هذا التقرير ذكر أن القوة الجوية الصينية باتت الأخطر على الولايات المتحدة، حيث يصل حجمها إلى 2500 طائرة، ما يجعلها ثالث أكبر قوة جوية في العالم. ولكن القلق الأمريكي لا يكمن فقط في العدد، بل في التكتيكات متعددة المهام التي تعمل بها هذه القوة الجوية الصينية. فبالإضافة إلى الطائرات الهجومية الجديدة بدون طيار وطائرات الشبح G20 من الجيل الخامس، تحدث هذا التقرير عن تطوير الصين لطائرات نقل جوية ضخمة شبيهة بطائرات النقل الأمريكية، تمكنها ليس فقط من شن هجوم محتمل على تايوان بشكل أفضل، بل تسهل وصول بكين إلى المزيد من مناطق بحر الصين الجنوبي من البر الرئيسي. البنتاغون ذكر أيضا أن بكين تدير دفاعات جوية روسية تصنع من طراز S-400 و S-500، وهذه الأنظمة مشاهدين من بين الأفضل في العالم، وتستخدم بشكل متزايد معالجات رقمية متصلة بالإنترنت وسرعات كمبيوتر أسرع ونطاق أوسع من الترددات لاكتشاف الطائرات.